الكوميديان. ده انت ست الكوميديانات يا حبيبتي. حبيبتي والله. شوفي، وما زال الحديث بقية، ده موضوع حلقتنا النهاردة، علشان كده موضوع حلقتنا هيكون عن الفنانة سهير الببلي. أول فقراتنا النهاردة هنشوف التصرف الغريب لنيفين الناقوري، وده بعد دفن سهير الببلي مباشرة. نيفين اتصرف التصرف غريب ومفاجئ، فاجئ الجميع. هنشوف مع بعض عملت إيه، وهنتكلم عن محطات في حياة الفنانة سهير الببلي وتفاصيل تانية كتير. أثناء تشييع جثمان الفنانة سهير الببلي، فاجئتنا نيفين الناقوري بتصرف غريب. طلبت من الجميع الرحيل، وده بعد دفن والدتها مباشرة، وقفلت عليها المقبرة. أرادت نيفين إن هي تجلس رفقة والدتها، جلست علشان تدعو لها وتودعها وداعا حرا تعبر به عن حبها لوالدتها. وقالت نيفين اللي مستعجل يسلم ويمشي عشان هروح أقعد جوه معاها. ووجهت الشكر للجميع، وجهت الشكر للجميع على مواساتها وعلى مؤازراتها في هذه المحنة، وطلبت من الكل الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة. طلبت منهم ان هم يدعوا لها ان ربنا يثبتها عند السؤال. من ناحيه اخرى، حرص العشرات من محبي الفنانه على حضور تشييع الجثمان. كل اللي كانوا حاضرين من الاهل والاصدقاء والفنانين المقربين، كله حرص على ان هو يلقي النظره الاخيره عليها، املين من الله ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وان يرزق اهلها وزويها الصبر والسلوان. وطبعا ده لان حاله من الانهيار التام دخلت فيها نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير الببلي، دخلت في نوبة من البكاء، وده فور وصول جثمان والدتها لمسجد الشرطة. وفضلت نيفين تردد هتوحشيني يا ماما، كل ده وهي بتلقي عليها النظرة الأخيرة، وجمعت عدد من محبيها للدعاء لها، ثم قرأت القرآن على روحها. من بين اللي قدموا المواساة لنيفين كانت الفنانة ياسمين الخيام، وزي ما انتوا شايفين معايا في الصورة، نيفين في نص الصورة وحواليها الأهل والمقربين، كلهم بيقدموا لها خالص التعازي وبيحاولوا ان هم يواسوها في وفاة والدتها. وده طبعا لان مهما الانسان كان بيتميز بالصبر والثبات والرضا بقضاء الله طبعا زي نيفين، لكن ساعة الفراق بتكون صعبة جدا، والانسان بيحتاج الناس حواليه وبيحتاج حد يطبطب على قلبه، خصوصا من كل المحبين. ومن المفارقات الغريبة ان وفاة الفنانة سهير الببلي توفيت في نفس عمر الفنانة شادية، يعني على عمر 86 عاما، وكمان في نفس الشهر. وده اللي ذكرته لنا ابنة شقيق الفنانة شادية، الفنانة التشكيلية ناهد شاكر. وكتبت ناهد عبر صفحتها على الفيسبوك وقالت: رحلت سكينة، توقيت غريب في نفس شهر أختها ريا نوفمبر، يفصلهما أيام قليلة ونفس السن، رحمة الله عليهما. ومن المعروف طبعا قد إيه الفنانة سهير الببلي الله يرحمها كانت بتعز الفنانة الراحلة شادية. إزاي عرفتي إنك أنت هتشتغلي مع شادية؟ فاكرة؟ أنا كان بيجي لي والله ضربات قلب أول ما سمعت من سمير خفاج، وقال إيه رأيك لما نجيب لك شادي؟ أنا اتخضيت. شادي كان سوبر ستار السينما. بس بقى 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 أنت بتقولي سمير خفاج تتكلمي حق بس أنت جنن. شادي جاب شادي فلما جه يوسف شعبان ومفيد عاشور، فاحنا فانت بتقول لهم في اربعه ماتوا وبنحكي حكايه لا يمكن تصدق لا يمكن. فهو اتجنن، قال حرب الخليج دايره في اوضتكم، وجري عليكي شالك انت شالك وانا بعضه. لما كنا نايمين على المرتبه وبنضحك يا رب حد يضحك اللي ضحكنا. تعالي نبص على المشهد كده. ده انا قتلت فروعه ابو شنب فضه وابو درع في وشه وابو رجل مسلوخ، ما صدقهاش ساعه البيت، هم قتلوا بعض ودفنوا بعض كمان. انتوا هتجننونا، حرب الخليج دايره عندكم الاوضه وانا مش داري. انا وضعوا يعني تنشر البسمة في كل كلمة بتقولها مع كل حدث بيحصل. لا كانت حاجة بالنسبة لي قيمة كبيرة قوي قوي. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمها ويحسن إليها. من أبرز المواقف اللي مرت في الجنازة هو وجود الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم. طبعا عارفين كلنا أن الفنانة دلال عبد العزيز لسه متوفية قريب، ويدوبك بدأت الدنيا تخرج للناس، بدأت تتعامل مع الناس بشكل طبيعي. الحقيقة وجود دنيا في الجنازة بيفكرنا بوصية الفنانة الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز. دلال كانت دايما بتوصي بناتها وبتوصي كل الناس أن هم يواسوا بعض، وخصوصا في الأحزان.
وكانت بتكون من أوائل الحاضرين في أي جنازة. هي كمان ذكرت في حوار سابق ليها إن هي اتعلمت كده من والدتها. ربنا يجعل الخير اللي كانت بتقدمه الفنانة دلال عبد العزيز خير متواصل، وده من خلال أعمال دنيا وإيمي. ربنا يرحم جميع الفنانين اللي افتقدناهم في السنين الأخيرة. الحقيقة افتقدنا فنانين كبار جدا، فنانين ذات قيمة وقامة، منهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة سهير البابلي وسمير غانم ويوسف شعبان وعزة العليلي والفنانة فتحية طنطاوي والفنان أحمد خليل وغيرهم. وهنا بيظهر معانا الفنان احمد سلامه اثناء الجنازه. الحقيقه ده اللي يخلينا اقول لكم فعلا ان الانسان لازم يتعظ، ولما نبص للجنازات ونعرف ان الانسان اخرته ايه لازم نبص لاعمالنا، لازم نبص للخير اللي بنقدمه للناس. ودي كانت وصيه سهير البابلي لينا، ان احنا نتحاب وما نتخاصمش ابدا. والوصيه دي كانت ذكرتها في فيديو، الفيديو ده كان وقت انتشار كورونا يعني السنه اللي فاتت، وده يعتبر اخر ظهور للفنانه سهير البابلي، وكان باين طبعا على ملامحها المرض. اوعى، انا بيتي ممنوع، ممنوع كل حد، ولادي ولاد ولادي كله ممنوع، بوش ممنوع، الله خصمه اعمل له اي حاجه بس. يلا يا حبايبي، مش عايزه بقى ايه كل شويه، ولو ما بتناش نتخاصم، لا اوعوا تتخاصموا. والله يا اولاد الفاصوليا لو اتخاصمتوا عشان ما بصش وما اوعوا اوعوا، انا بيتي ممنوع، ممنوع كل حاجه. وسبحان الله، من المفارقات الغريبة أن أثناء جنازة الفنانة سهير البابلي كان في متوفي آخر، وكانت كل عيلة من أهل المتوفي بتصر على صلاة الجنازة على المتوفي الخاص بيها، لكن إمام الجامع لفت نظرهم أن ده مخالف للشرع، وأن هم هيصلوا على الاثنين صلاة جنازة واحدة. يا خالد بيه، عاوزين يصلوا الجنازة دي لوحدها ودي لوحدها، رحم الله الفنانة سهير البابلي والمتوفي الآخر، رحم الله جميع أموات المسلمين. وهنا طبعا بيظهر معانا حلا شيحة وزوجها معز مسعود، وهيظهر معانا دلوقتي الفنانة وفاء عامر، وهتلقي الكلمة طبعا وتتكلم عن الفنانة سهير البابلي. قدوة وحد محترم جدا بيحب للفن وادت بعطاء وسخاء من جواها جدا جدا، واثرت الحركه الفنيه بنوع من الكوميديا مميز وغير قابل للتقليد، يعني ما فيش هتيجي ممثل وما عملت حاجات محترمه جدا، عملت حاجات محترمه جدا ومحب. والاهم من كده في اواخر ايامها انا كنت بقرا كل تصريحاتها انها كانت ورا الدوله، محبه لمصر، بتفهم جدا 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 يعني ايه كلمه وطن، ودعت لمصر في اواخر ايامها. انا قريت اللي بنتها كانت بتكتبه، لكن ما شرفتش بزياره لان كانت زياره ممنوعه. خلقت نوع من الكوميديا وخلقت نوع من التراجيديا صادق جدا. ادعوا لها، اللي بيحبوا سهير البابلي ادعوا لها يا جماعه. يلا اطلعوا اطلعوا هي وناس كتير قوي بحبهم. كان في تواصل بينك وبينها الفترة الأخيرة؟ للأسف شديد لا، لأن أنا كنت عيانة. ألف سلامة على حضرتك، ألف سلامة على حضرتك. وبنعمل فيها حضرتك اشتركت معاها في أعمال قبل كده أو يعني اشتغلنا مع بعض كتير جدا في التلفزيون. وكانت مرتبطة بيتي. هنشوف مع بعض دلوقتي آخر حوار للفنانة سهير البابلي وكلماتها عن الموت. هل كانت خايفة من الموت ولا خايفة من السؤال ولا من إيه بالظبط؟ تعالوا نشوف مع بعض كلمات الفنانة سهير البابلي عن الموت. أنا بخاف كل يوم لما أجي أموت عشان يتقبض روحي، كل خوفي من السؤال، كل خوفي سؤال الله عملت إيه؟ مصيبة هتلجلك، هقول إيه إيه إيه،
هعمل زي اللي بنسمعه زي اللي بنقراه. ده اللي هيجن. يا رب يشجعني، يا رب اجعلني اعمل حاجات جميلة جدا ومحبة لك يا الله، عشان لساني ما يطلق لك. بس يعني عايزة اما يقول عملتي كذا ارد كذا. وبكده النهارده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الفنانة ملكة الكوميديا وصانعة البهجة الفنانة سهير الببلي. أتمنى في آخر الفيديو أن أنتوا تدعوا لها. بشكر كل الناس اللي وصلت معايا لنهاية الفيديو. يا حبيبي يا سوسكا. يا حبيبتي يا إسعاد. يا حبيبتي سلامتك يا نور عيني. الله يخليك.